طيب وائل على السريع، مكاسب الاتحاد 9 نقاط مقابل خسارة 3 نقاط من أمام الهلال. اليوم أكيد الجمهور زعلان على عدد 8 خسائر متتالية من الهلال، ولكن لغة العقل تقول الاتحاد لسه بادي الدوري، لسه باقي قدامه بطولات. شلون ممكن الإدارة تخرج الفريق من هذه الأزمة؟ لابد أبو علي، تلعب مع أفضل فريق في الكرة السعودية من الموسم الماضي، بالأرقام، بالناحية التهديفية، من جميع النواحي. الهلال أفضل منك، مدرب، استقرار إداري، العناصر اللي موجودة في أرض الملعب هي العناصر الأفضل، إذا ما كانت محليا بل على حتى على الصعيد الآسيوي. لابد أنك أنت يعني تقف وقفة صادقة أنه أنت أمام الهلال، الهلال يعني يفوقك بمراحل، لكن انت لابد انك لا تخلي الخساره امام الهلال تؤثر سلبا على مسيرتك القادمه. انت في بدايه جوله رابعه في الدوري، كره القدم يعني فيها كل شيء، وانت في بدايه موسم قد يتعثر الهلال، الفرق اللي ممكن تتنافس تتعثر. جميل ان تاتي الخساره مبكرا لتصحح اخطائك، لا تدخلك في مرحله عدم الثقة مثل ما حصل الموسم الماضي. أبو علي، نرجع للموسم الماضي، الاتحاد بدأ بداية قوية، أول 4 جولات كسبها الاتحاد، ومن ثم حصلت يعني شبيهة لمباراة اليوم، خسارة الفريق في الدور الأول الموسم الماضي من الهلال، من ثم بدأت الإشكاليات والمشاكل في الفريق الاتحادي. الآن لابد أن يكون في وقفة مع اللاعبين، حتى لو كان الفريق كله كان سيء في مباراة اليوم، لابد جلوس مع اللاعبين مع المدرب، يعني يكونوا أكثر ثقة في اللاعبين، أنه أنت اليوم يوم الثلاث عندك مباراة في كأس الملك، من ثم مباراة في الدوري، كيف أنك أنت تعيد الثقة للاعبين؟ الفريق الاتحاد يملك الإمكانيات، اتفق مع الزملاء أنه اليوم مشكلة الاتحاد الحقيقية اللي كانت هي السبب الرئيسي في المقام الأول وذكرناها، هي كانت بلان المدرب، أخطأ في الطريقة، أخطأ حتى في اختيارات بداية المباراة، لقى خسارة من الفريق الأفضل. ليس نهاية المطاف الجلوس مع الفريق، إعادة الثقة للاعبين، والاتحاد قادر على المنافسة هذا الموسم لأنه يملك الأسماء، يملك العناصر الموجودة اللي كان يفتقدها في الموسم الماضي. لكنك أنت يمكن الشيء الوحيد اللي ممكن يكون يعني شيء سلبي عند الجماهير الاتحادية هو أنك أنت ما زلت لا تستطيع إيقاف الفريق الهلالي، لكن واقعيا أبو علي وفنيا ترى الهلال يفوقك بمراحل داخل أرض الملعب.